أنا وأنت طيبة. يعني إحنا طرحنا من شوية موضوع التعويضات لإخواننا، نتمنى إن إحنا نسمع وجهة نظرك في هذا الأمر. أولا مساء الخير أستاذ محمود، ويعني رمضان مصطفى. مبارك على الجميع، وعزائي للأسر اللي فقدت يعني في الأحداث المتتالية أي ابن أو فرد أو سيدة، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل. زي ما حضرتك شفت كده يعني الأحداث المتتالية لواحد تلو الآخر، سواء من حوادث الطرق أو من عمارات أو من مصنع زي ما حصل في العبور، يستدعي ان احنا يعني اجراءات احترازية مننا، مش بس في كوفيد-19 ولكن في الامن الصناعي وفي مراقبة الطرق من طرف. طبعا انا عارفة ان زملائنا في الداخلية قايمين بالواجب، لكن كمان احنا كتضامن بنعمل حملات كشف ويعني محتاجين حقيقة التثقيف. لكن احنا كوزارة التضامن معنيين بثلاث حاجات قبل الطوارئ، بنوعي الناس اكتر وبندرب العاملين فينا. اثناء الطوارئ بنقدم طبعا الدعم، اذا كان اقامة، غذاء، كساء للاسرة، يعني اي دعم نفسي للاسرة، نقل دم، اقامة الاسر المصابين، كل ما يستدعي ان مهمات الاغاثة تنزل فورا. لكن بعد الحادث بيبقى معنيين بالتعويضات. التعويضات ليها قواعد احنا بنتبعها، حاليا بنضعفها لما بتكون الاحداث عامة والدولة مسؤولة عنها مسؤولية مباشرة. المبالغ بتبقى مختلفة تماما وبيصدر بيها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء. لما بتبقى الاحداث فردية وبتبقى يعني مش احداث او بيئة او حوادث عامة، بتبقى التعويض اقل شوية. فاحنا طبعا في الحادث الاخير بتاع الاوتوبيس اللي اصطدم وكان راح في ضحية ل 22 متوفى، الحقيقة احنا انا الحادث حصل اول امبارح، احنا خدنا اجراءاتنا امبارح وانا وقعت على التعويضات. التعويضات بتتم صرفها لما بيكون شهادات الوفاة بتطلع. احنا حتى بنساعد مع السيد وزير العدل ومع السيد النائب العام، بنساعد في الاسراع من استخراج شهادات الوفاة زي ما عملنا في سوهاج، واعلامات الوراثة سريعة جدا عشان نقدر نصرف. طبعا ده بياخد من اسبوع على اقل لاسبوعين، فاحنا رحمة طبعا بالمكلومين من المصابين او المتوفين، بننزل على طول بالمؤسسة العامة للتكافل، بنصرف مبالغ فورية ليهم. عشان كده هم زملائي بكرة ان شاء الله بيتجهوا لأسر المتوفين في المديرية المعنية، بيتوجه ده يعني بصرف النظر عما تقرره الدولة من تعويضات. لكن زملائنا في المؤسسة العامة للتكافل وفي الجمعيات الأهلية بنصرف فوري يعني مثلا في سوهاج صرفنا 20,000 لكل مصاب فوري، اسفل كل متوفى. في اسر انت عارف حضرتك السعيده، طبعا في اسر رفضت انها تاخد المبلغ الى حين دفن المتوفى وتم التعامل معاهم. اما في حادث الطريق دوت، فالزملاء بكره نازلين لاسر المتوفين واسر المصابين، بيصرف تعويضات فوريه من المؤسسه العامه للتكافل والجمعيات الشريكه الى حين صرف التعويضات المقرره طبقا للقانون في حالة الإغاثة والأزمات. شكرا لك معالي الوزيرة السيدة الوزيرة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. والحقيقة بشيد بالسيدة الوزيرة دايما في مواقفها ودايما في تحركها السريع، ما فيش شكوى بنقولها لها الحقيقة من المسؤولين الحقيقة اللي دايما لديهم